نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان مسافر فما الأفضل له إذا كان صائما، الإفطار أم الصوم، مع أنه يجد مشقة في الصوم؟ المسافر مخير، إن شاء مضى على صيامه وأكمله، وإن شاء أفطر، وكونه يفطر أفضل أخذا بالرخصة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم.